السلام عليكم. أطل عليكم مرة ثانية في تقريبا أخير محاضرة من السكال في صباح رمضاني جميل وفي أواخر شهر رمضان المبارك. دا أذكر التاريخ لأنه حتى تكون عندك ذكرى أنه كنت تاخذ محاضرات أونلاين، محاضرات أونلاين في زمن الحظر ضد كورونا، هاي تبقى ذكرى عندك. المحاضرة تشوفوها هي عبارة عن محاضرة جامعة للإسكال من بدايتها إلى نهايتها. أنا جامع لك الإسكال كل هالصور تقريبا مخليك إياها بهاي المحاضرة، فلا تقول دكتور محاضرته 74 سلايد، لا، لو تباوع عليها المحاضرة اللي هي كرينيال كافيتي بالاخير هي كم سلايد بس. الاسكال مثل ما عودتكم عليها كل ما تراجعها من جده وجديد وتشوف الصور بعد ما تنساها، لذلك خليت لكم مجموعه من الصور هاي كمراجعه للاسكال، وكلها اصورها انتم ماخذيها. هذا الانتيريور ريفيو والبون الموجود بالانتيريور ريفيو وبالالوان، وأصور زميلكم ما قصر وياكم، أخذ لكم كل بون زين والبارت مالته، كل بون الفرونتال المجزيلاري زايجوماتيك، يعني تقريبا من خلال متابعتي ومن خلال رؤيتي للمنشورات مالكم واهتمامكم بالإسكال أصور زين. أنتوا أصبحتوا ملمين بالإسكال، ملمين إذا متابعين. اللي ما متابع وما يقرأ محاضرات هذا ما نحكي يعني، راح يشوف أنه بعد أن يبدأ الدوام إن شاء الله بعد العيد راح يصير كورس مكثف، راح نشوف نوعيتين من الطلاب. نوعية اللي كانت تقرأ محاضرات وتتابع الصور وتجاوب على الاختبارات، فتشوف الكورس المكثف مالها راح يكون جدا بسيط ويا الدكتور. والنوعية الثانية من الطلاب اللي ما متابعين، اللي ما قارين، اللي مهملين، اللي هذا راح يواجه جدا صعوبة. كل الدكاترة راح يدخلون عليكم كورس مكثف، اللي راح يقاوم هو فقط اللي قاري، اللي ما قاري ممكن يشد حيله ويتابع بس راح يلقى صعوبة. مجموعة من الصور بها تأشيرات زين، بها تأشيرات، هاي التأشيرات تفيدك لمراجعة الإسكال. مثلا هذا انت لازم تعرفه، superior orbital fissures أو what are the opening in the orbital cavity، شنو الأوبننج أو الفوريم بالأوربيتال كافيتي، وياها تقدر تجاوبها. زين، هذا الميديال سايد مال المجزلة اللي يظهر لنا السوبيرير كونكاي والميدل والانفيرير كونكاي، بس از ذا ميدل كونكاي ذا ماكسيلاري بون اند سو اون، عبارة عن مراجعة سريعة لك قبل ما تبدي او قبل ما تبدي المحاضرة الجديدة اللي هو كرينيال كافيتي. هذا سوبرا اوربيتال فوريمن اند سو اون، يعني المفروض انت تجاوبها وتمتحن نفسك بيها، الاوربيتال بليت او ذا اوربيتال فرونتال بون. زين، هذا المانديبل مطلع لك اياه على صفحه، وهذا الانفيريور كونكاي، انفيريور كونكاي مطلع لك اياها سيبريتد بون. ليش مطلع لك اياها سيبريتد بون؟ ايش كم بون بالفيس؟ 14، وحاسبي لك الانفيريور كونكاي سيبريت بون، يلا يطلع لنا 14، ولذلك مطلع لك اياها على جهة. النيزل بون السوبيريور اوربيتال فيشر فيسز ذا انفيريور اوربيتال فيشرز، اوكي، سوبيريور اند ذا انفيريور اوربيتال فيشرز وحده. هاي تدرسها بتمعن، تشوف وات ار ذا فيسز ذا اوربيتال، زين، اوربيتال كافيتي، فيسز ذا اوربيتال كافيتي. من تجي بصف ثاني ان شاء الله وتاخذ الاوربت، اول ما نبدي محاضره بالاوربت the wall of the orbital cavity، نقول عندها superior wall، عندها inferior wall،
او يسميها روف اور فلور اوف اوربت، وعندها ميديال وول وعندها لاترال وول. وات ار ذا بون كونتريبيوتد تو فورميشن اوف البون اللي يسوي لنا بيس وول. فور اكزامبل شنو البون اللي يسوي لنا الاوربت الروف او السوبيريور وول اوف اوربت؟ تقول لي ميلي هو الفرونتال بون، صح ولا لا؟ ميلي الفرونتال بون. شنو البون اللي تسوي لنا اللاترال وول، اللاترال وول اوف ذا اوربيتال كافيتي؟ تقول لي جزء من الفرونتال بون وجزء من الزايجوماتيك بون. شنو البون اللي تسوي لنا الفلور؟ تقول لي ميلي زايجوماتيك بون اند ذا ماكسيلاري بون اند سو اون. هذا الوول اللي تالف لنا اياه او يتكون الميديال وول، البون اللي تكون الميديال وول اوف ذا اوربيت اللي نبدي بيها من اللاكرمال بون. مرات يخلون هذا الفرونتال بروسيس اوف ماكسيلا لاكرمال بون اف مويد بون. هذا ايضا سؤال عليه، وات ار ذا اوبننج ان ذا اوربيتال كافيتي او الفوريمن بالاوربيتال كافيتي تستفاد؟ This is the superior orbital fissure, inferior orbital fissure. Superior between the lesser wing of sphenoid وبتوين الجريتر وينج اوف سينويد. الانفيريور اوربيتال فيشرز طبعا هاي تفوت بيها ترافيرس ستراكشرز اللي تزود لنا المسلز، المسلز اوف ذا المسل اللي تحرك لنا الاي بول، وافر ستراكشرز مثل النيرف او الارتري او يطلع منها الفين. الانفيريور اوربيتال فيشرز بين من وبين من؟ بين الجريتر وينج اوف سينويد اند ذا and the zygomatic bone أو المكسيلاري bone and so on. Another foramen the optic foramen، وهاي من الرسم تعرف ال optic foramen بيا بون باللسر wing of sphenoid. We have the two foramen in the orbital اللي هي anterior ethmoidal and the posterior ethmoidal foramen. سنأخذها anterior ethmoidal and posterior ethmoidal and so on. إذن هاي الرسوم أني مخلي لك إياها بداية المحاورة حتى تستفاد تراجع بيها الإسكال. هذا اللاترال وول، اللاترال وول، وركزنا اللاترال وول ركزنا على تيمبرال بون والتيمبرال فوسة الحدود مالها، سوبيرير تيمبرال لاين وانفيرير تيمبرال لاين اللي هي موجودة بالبرايتال بونز، ركزنا على اناتوميكال لاند مارك اللي هي التيريان الاتش شيب فور بونز الفرونتال البرايتال اللي جريتر وينج اوف سينويد والتمبرال بونز، عندنا الاوكسيبيتال بون هذا البارت مال التمبرال بون، الماستويد التيمبانيك او الاكسترنال اكوستيك ميتس والستايلويد بروسيس، قسم من الزايجوماتيك قسم من الماندبل اند سو اون. فاذا عباره عن مراجعه سريعه، هذا مطلع يا بون مطلعه واحد تعرف شكله، لازم يا بون تعرف شكله منين اللي هو التيمبرال بونز. استفاد من الاوراق اللي نزلت اياها زميلتكم زميلكم البارت، مثلا التاشيرات تستفاد منها التاشير بالتاشيرات، من تاخذ التيمبرال بون تروح على الورقه تشوف شنو اجزاء التيمبرال بون. اوكي الزايجوماتيك بون ايضا مطلعه، الزايجوماتيك بون مطلعه اوكي، وال الماكسيلاري بون ايضا، والبروسيس مالته الفرونتال زايجوماتيك بروسيس الالفيولار بروسيس اوكي. هذا الباجول بس از هذا مبين، بس از ماكسيلا ماكسيلاري بون ماكسيلاري، بس از انفيريور اوربيتال فيشر. وهاي راح ناخذها بفوسه نسميها انفرا تمبرال فوسه، بس از تمبرال فوسه ابوف ذا زايجوماتيك ارش وبيهايند ذا زايجوماتيك ارش وي هاف تو فوسه اللي هي انفراتمبرال فوسا انتيرجو بلاتاين فوسا. ناخذ الباوندري مالها بالسنه تجي ان شاء الله. بعدين نجي ايضا التيريان مهمه هنا، زين تيريان مهمه. البس از ستايلويد بروسيس بارت اوف تمبرال بون اند ذس از ذا. هذا اريد اسويه مثل الكويز مثل السؤال اللي زين، هذا التأشير بدون زحمة، هذا التأشير على يابون، هذا ما راح أقول أنا بس أريدك شوية تفكر، هذا التأشير على يابون زين، تتجاوبني دزها بيد الموفي دزها بيد زميلكم طالب، تقول لي هذا اللي قلت عليه دكتور، هذا اللي قلت عليه فلان بون، أنا أريد شنو هو البون اللي مأشر عليه هنا، بس عملي حتى خليك شوية تفكر.
هذا السوبيريور وول او يسموها كالفيرا، كالفيرا اوف سكال، اللي يبي الفرونتال بون تو بارايتال بون والقسم من الاوكسيبيتال بون، ويبين لك السوتشر كورونال سوتشر ساجيتال سوتشرز اند ذا لامدويد سوتشرز، وبها الفونتانيل او السوفت سبوت اللي هي انتيرير فونتانيلز او يسموها بريغما او لامبدا، اللي لامبدا يسموها امبورتنت اناتوميكال لاند مارك بالسكال، هذا الانر سيرفس مالته اللي يبين لك الساجيتال جروف اللي اكو فين هنا يقعد ب بالسوتشر زين يسموه سوبيرا ساجيتال ساينس بين الكورونال ساينس. هاي اثار زين اثار الجرانيوليشن اراكينويد جرانيوليشنز، اراكينويد جرانيوليشنز اللي هي عندنا 3 لاير كفر يسموها السحايا كفر ذا برين اللي هي دورامتر اراكينويد اند ذا بايامتر، والسي اس اف يصير بالميدل لايرز اللي هي بالاراكينويد هنا اثارها بين فور ذا اراكينويد جرانيوليشنز، ايضا اثار الجروف فور ذا ميدل منجيال ارتري اللي هو مهم. ليش التيريان مهمه؟ ليش التيريان هاي التيريان مهمه؟ ليش؟ لان جواها البرانش اوف ذا ميدل منينجيال ارتري اللي هو هذا اثار بين هنا ميدل منينجيال ارتري. اوكي ايضا ساجيتال سوتشرز والاوكسيبيتال واللمدويد سوتشرز. فرونتال بون اند ساجيتال مراجعه، ذيس از ذا الاوكسيبيتال، ذيس از او البوستيريور بارت او البوستيريور اسبكت اوف سكال، يبين لنا البارت اوف ذا اوكسيبيتال بونز external occipital protuberance, external occipital crest, the superior nuchal line, inferior nuchal line، المفروض تعرفها انت بالمحاضره الاوليه. هذا ايضا جزء من ال inferior aspect او ال base of the skull، مطلع لك الذومر هنا nasal cavity posterior opening مالته او الكونه. هذا كنا شلون قسمنا ال inferior aspect of skull، قسمناه كالاتي: inferior او البيز، anterior part وميدل part وposterior part. anterior part مين يتكون؟ يتكون من two bones: maxillary bone palatine process of maxilla and the palatine bone horizontal plate of the palatine bone. هنا مطلع البالاتاين بون على صفحه، palatine bone مطلعه. هذا ايضا بالinferior aspect، inferior aspect قسم من الفوريمن، يا فوريمن هاي فوريمن اوفالي، هذا يا جزء هذا الجريتر وينج اوف سفينويد بون، هذا يا جزء بالميدل، بالميدل بارت قلنا بالميدل بارت اوف ذا بيز ميلي اتز ا بتر فلاي شيب. منو البتر فلاي؟ اللي هو السفينويد، قسم من السفينويد مبين هنا، بس اكثر شيء السفينويد وين يبين؟ يبين بالميدل كرينيال فوسا سناخذه. هنا شو مبين؟ مبين هذا جزء من التمبرال بون، جزء من التمبرال بون، هذا جزء من الاوكسيبيتال بون يسموه بيزلر بارت، هذا فوريمن بالبتراس بارت اوف ذا تمبرال بون. هسه راح ناخذها جزء الصخري اللي بيه، جزء الصخري اللي بيه كانال يدخل عن طريقها الكاروتيد انترنال كاروتيد ارتري، ولذلك سموها كاروتيد كانال. اوكي ذيس از ذا بيابون كاروتيد كانال بالبتروس بارت اوف ذا تمبرال بون. هاي فوريمن بتوين ذا تمبرال بون، بتوين ذا بيزلر بارت اوف ذا بيزلر بارت اوف ذا اوكسيبيتال بون، شو نسميها هاي؟ جيجولار فوريمن. ليش سموها جيجولار فوريمن؟ لانه انترنال جيجولار فين يطلع من الاسكال ويروح للنيك. هاي بيا بون is not a traverse، ما تمر ببون معينه وانما تمر between the bone، يا بون بين من وبين من تمر between the occipital bone and the temporal bones. temporal bones okay this is the occipital condyle of the occipital bone، occipital condyle of the occipital bone. this is the posterior part of the base of the skull، base of the skull. This is the anterior part of base of skull. قلنا two bone، the palatine process of the maxilla
هوريزونتال بليتو بالاتاين بون، شنو الفوريمن الموجوده بالانتيرير بار؟ فوريمن سيكم جريتر بالاتاين فوريمن، وبصفها لسر بالاتاين فوريمن، هذا اللسر بالاتاين فوريمن. اوكي؟ This is the process of spinal نسميه سفينويد سباين، زين؟ سفينويد سباين، سفينويد سباين، زين؟ او مرات رسم غير واضح ستايلويد بروسيس، زين؟ ستايلويد بروسيس هنا اوضح، هنا اللي بصفه فوريمن نسميها ستايلوماستويد فوريمن. This is the petrous part of the temporal bone, inferior aspect مالته. Petrous part of the temporal bone. هذا السؤال الثاني اللي أريدك تعرفه، لأن إله علاقة بذاك السؤال. هذا التأشير على يا بون. صار عندك تأشيرين جاوبنا عليها. تأشير ذاك وهذا التأشير. أوكي؟ طبعا واحد إله علاقة بالأخ. أوكي؟ واحد إله علاقة بالآخر. This is the foramen أيضا between the basilar part of occipital bone and the petrous part of the temporal bone. شو نسميها؟ اسميها foramen lacerum. foramen lacerum هاي وهاي foramen lacerum. اذا سويت اني هسه راجعت لك مراجعه سريعه المحاضرات السابقه بصور وصور متعدده بسكال او صور توضيحيه. ما اجي اني راسا ادخل محاضرتي اللي هو الكرينر فوسس كم سبوت او ايش كم سلايد، لا اسوي لك ميمورايزيشن، اسوي لك فد مراجعه. اخير شيء بالسكال اللي هو نسميه انتيرير اوف سكال، يعني شنو انتيرير؟ شنو الكالفيرا؟ شنو هاي الكفرنج اوف سكال؟ هذا شنو الكفرنج اوف سكال؟ هذا شنو؟ وإذا انباوع على الكرينيال كافيتي التجويف القحفي ده انباوعه from above. شو نسميها؟ نسميه كرينيال فوسة. هاي الكرينيال فوسة اللي هو هاي الصورة وين موجودة؟ بيا محاضرة؟ بالمحاضرة الأولى. وين؟ بالأخير. أوكي؟ اللي قسمنا ال 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 الكرينيال كافيتي into the anterior cranial fossa, middle cranial fossa, posterior cranial fossa، وهاي بالالوان. ومنطيك هاي كانما دا تنزل درج من الاعلى للاسفل، من الانتيرير كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، بوستيرير كرينيال فوسا. مشوفك ثلاث الوان من البون، هذا لون احمر وهذا اصفر وهذا اخضر فاتح. ليش؟ دا يقول لك ترى الانتيرير كرينيال فوسا البون مين بون اللي تألفه هو الفرونتال بون بالإضافة إلى الإفمويد بون. ده يقول لك الميدل كرينيال فوسا ترى فورم مينلي فروم ذا بترفلاي شيب بون اللي هو شنو؟ السفينويد بون. This is the sphenoid bone. اوكي طبعا اكو اذر بون بس ده يقول لك، وش ده يقول لك؟ ده يقول لك ترى الميدل كرينيال فوسا بيها مالتيبل فوريمن. هذا رسم توضيحي. البوستيرير كرينيال فوسا مينلي فورم فروم ذا البون بالاخبار اللي هو الاوكسيبيتال بون، وبالنص ذا لارجست فوريمن ان ذا سكال نسميها فوريمن ماجنم. ليش شنو ماجنم؟ معناته فيري لارج. اي على كل كرينيال فوسا اللي يريدها كالاتي، شنو الباوندري مالها وشنو الفوريمن وشنو الستراكشر اللي تطلع من الفوريمن. هسه تحفظ، هسه انت لازم تحفظ. هسه اجي بالسكال اقول ذا كرينيال كافيتي، ذا كرينيال كافيتي از ديفايدد انتو ذا ثري فوسا، انتيريور كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، اند ذا بوستيريور كرينيال فوسا. ذا انتيريور كرينيال فوسا مين بون فورم هي الفرونتال بون والافمويد بون. بس هسه لازم احدد الفرونتال بون شنو يا سيرفس مالته؟ اوربيتال سيرفس اوف فرونتال بون. وهذا الكريبري فورم اوف ذا افمويد بون. شنو معناته كريبري؟ معناته من خلي الشكل. اوكي؟ فاذا باوندري مالته تقريبا ذا فرونتال بون بالنص ان ذا ميدل كريبري فورم اوف ذا افمويد بون اند ذا بوستيريوري لسر وينج اوف سفينويد. هذا الانتيرير كرينيال فوسا.
شنو الفوريم الموجوده؟ هاي الفوريم اللي موجوده اللي هي لخروج يسموها كريبري فور فوريمن، لخروج الاعصاب الشميه. هذا يمثل لنا روف اوف ذا نيزال كافيتي، سقف الانف اللي بمنطقه الاوليفكتوري ريجنز، منطقه الشم، يخرج منها اعصاب الشم عن طريق هذه الفتحات. وبيابون بالافمويد بون. امس از فوريمن سيكم، فوريمن سيكم. من اجي على الميدل كرانيال فوسش اقول الباوندر مالها انتيريوري لسر وينج اوف سفينويد، بوستيريوري بترس بارت اوف ذا تمبرال بون. هذا العظم الصخري ليش سموه بترس؟ ملمسه صخري. وليش صخري؟ لان يحتوي على اعضاء مهمه جدا اللي هي الاير الاكسترنال والميدل، الاذن الخارجيه محفوظه بقاصه امينه لانه امبورتنت ستراكشرز. اذا الباوندري مالت الميدل كرينيوس انتيريوري ات از ذا ليسر وينج اوف سينوي، بوستيريوري انتيريور اسبكت اوف ا بيتراس بارت اوف ا تمبورال بون. ليش انتيريور اسبكت؟ يعني من احنا نسوي باوندري للبوستيريور كرينيال فوسا شو نقول؟ انتيريوري بوستيريور اسبكت اوف ا بيتراس بارت اوف تمبورال بون. يعني ان انا بقول the petrous part of the temporal bone يألف لنا باوندري للميدل كرانيال والبوستيريال كرانيال، وبعد وجود very important bone in the midline of the cranial fossa اللي هو butterfly shape اللي هو sphenoid bone. هذا البودي مال الفراشة، مو butterfly فراشة، وهذا الوينج مالتها lesser wing والgreater wing. وده شوف we have multiple foramen in the ميدل كرانيال فوسا. نجي على البوستيريور، بوستيريور الباوندري مالته بوستيريور اسبكت انتيريوري بوستيريور اسبكت اوف بيتراس بارت اوف تمبورال بون اند بوستيريوري اند لاترالي هو الاوكسيبيتال بون. وجود الفوريمن ماجنم هو اللي يميز لنا بوستيريور كرانيال فوسا. فاذا هسه صار سهل علي، كل فوسا هي الباوندري اند فوريمن. اوكي اجي على هسه اخذتها اني انتيريور كرانيال فوسا، شنو superiori وanterolaterally من هو زين، and inferiori هو orbital plate of frontal bone. من أجي أقول تقريبا كل ال superiori ولaterally والinferiori هو ال orbital plate of frontal bone. بالmidline شعدي ما كاتبها أني، بالmidline زين موجود الإفمويد، نا بالmidline أضيفها اللي هي بالإفمويد bones. Posteriori lesser wing of sphenoid. هذا posteriori lesser wing of sphenoid. Okay. Even anteriori or laterally frontal bones. Medial, بال midline ethmoid bone. Posteriori lesser wing of sphenoid. هذا الباوندر مالته. شنو الفوريمن الموجودة بها؟ طبعا نخلي لك صور كلش هواية، صور توضيحية لا تحتاج إلى قراءة، بس تباوع الصور تركز عليها. هذا anterior cranial fossa. هذا الميدل كرانيال فوسا، وهذا البوستيرير كرانيال فوسا، والبون اللي موجوده بكل فوسا واشكالها شكلها. قلنا مين بون هو الفرونتال، ايش قايل لك؟ سوبيريور سيرف اوربيتال بليت اوف فرونتال بون، وبعد بوستيريوري لسر وينج اوف سفينويد. ذيس از ذا لسر وينج اوف سفينويد. ان ذا ميد لاين ايش عندي؟ ريبريفورم بليت اوف ذا افمويد بون، كريبري منخلي شكل. وشنو الفوريمن الموجودة هنا عندنا؟ بها فوريمن سيكم كريبري فورم فوريمن بكريبري فورم بليتس. This is the anterior cranial fossa. من أجي على البوستيرير كرانيال فوسا استفاد من هذا الرسم، أشوفه أشوف mainly butterfly shape اللي هو sphenoid bone اللي متألف من lesser wing greater wing. هذا البودي ولترالي شكو عندي تو بون اللي هي بارايتال بون اند ذا تمبورال بون. وذن الفوريمن الموجوده هنايا، من اجي على البوستيريور كرانيال فوسا اقول منين؟ مينلي كلها مينلي من الاوكسيبيتال بونز، اوكسيبيتال بونز. اوكي اذن هذا ايضا رسم بالسكالا الحقيقيه، وهاي هذا الرسم يندرخ درخ هو والستركتشر اللي بكل فوريمن. هسه اني وصلت الى مرحله راح اطالبك ب كل فوريمن ايش يدخل او ايش يخرج منها، لانه وصلتك الى مرحله
دليتك بالفوريمن، هسه اريد الستراكشر اللي موجوده او الفين الارتري اللي اي اني اناتوميكال ستراكشر. فور اكزامبل اقول لك، اقول لك هذا الباوندري اللي مال الانتيرير كرينيال فوسا اللي هو فرونتال بون ولسر وينج اوف سينويد وكريبر فورم بليت اوف مويد. وات ار ذا فوريمن ان ذا انتيرير كرينيال فوسا؟ تقول لي فوريمن سيكم. هاي الفوريمن اقول لك شنو الستراكشر بيها؟ تقول لي اميسري فين تبقى سوبيريور. دكتور ما اعرف اميسري فين. اميسري فين تعريفه هو الفين الرابط ما بين الانر اوف سكال اند اوتسايد اوف سكال، يعني فين رابط ما بين الانر اوف سكال اند ذا زين فين اوتسايد اوف سكال سموه اميسري فين. اقول لك وات ار ذا فوريمن بعد موجوده بالانتيريور كرينال فوسا؟ تقول لي دكتور كريبريفورم بليت. هاي الفوريمن بالكريبريفورم بليت اوف مويد 1 شو يدخل بيها؟ تقول لي يدخل بيها الاوليفاكتوري نيرف، النيرف الاول المسؤول عن الشم. اقول لك بعد تقول لي ذيس از ذا انتيريور كراني اوف مويد فوريمن بوستيرور اوف مويد فوريمن وهاي الستراكشر اللي تمر بيها. شويه راح تتعب نفسك. اذا المطلوب منك هو كالاتي، تعرف لي الباوندري، تعرف لي الفوريمن وكل ستراكشر. وين مختصر لك اياها؟ مختصر لك اياها بهذا الرسم، هم البون وهم الفوريمن. اوكي اجي على الفوريمن ان ذا انتيريور كرينال فوس. هسه قلت فوريمن سيكم وينها؟ هاي الفوريمن سيكم والستراكشر موجوده بيها. ما احتاج بعد هذا الشرح كله، ما احتاجه هذا كله ما احتاجه لان عرفت البوزيشنز. بعد هذا كريب ريفورم بليت اوف ذا افمويد بونز، وينها؟ هنايا هاي كريب ريفورم اوف ذا افمويد بونز. بعد هذا مطلع لك اياه الافمويد بون ومطلع لك الفوريمن اللي بيه زين. هذا الكريب ريفورم بليت اوف ذا افمويد بون. اوكي شو يدخل بالكريب ريفورم بليت اوف افمويد بون؟ يدخل لنا الاوليفاكتوري نير. بعد شنو الفوريمن اللي موجوده بالانتيريور كنفوسا؟ انتيريور اند بوستيريور افمويدال فوريمن. ولا احتاج هذا الرسم الا للتوضيح. ارجع على هذا الرسم مالتي، هذا اقول انتيريور افمويدال فوريمن يمر بها انتيريور افمويدال نير ارتيرو فينو نير، بوستيريور افمويدال فوريمن يمر بها بوستيريور افمويدال. اذا الشرح ويا هذا الرسم يتفيدك وتختصر لك المحاضره. اوكي هاي الفوريمن اللي موجوده زين. شنو معناته كلينيكال نوت؟ شنو معناته؟ اربط لك المعلومات اللي اخذتها هسه بالتشريح وبالاسكال ويا زين الحياه العمليه مالتك او الاشياء اللي تشوفها بالحياه. يعني يجيك واحد صار عنده حادث سياره زين، مضروب على راسه حادث سياره وطالع دم من الانف مالته، نسميها فيستاكسيز الرعاف. شو يعطيك انطباع هذا؟ يعطيك او اكو فد سائل ابيض دا يطلع من الانف مالته. شو يعطيك انطباع؟ يعطيك انطباع انه هذا العظم هذا زين اللي هو افمويد بون صاير بيه كسر. فمن صاير بيه كسر يطلع دم بالكسر. مين يطلع؟ يطلع بالخشم. ليش يطلع من الخشم؟ لانه هذا الروف اوف ذا منطقه سقف الانف زين. ليش؟ واذا طلع مي ابيض او فد شيء معناته السي اس اف السائل النخاعي داخل البرين صاير بيه دمج وطالع من هالفتحات. هذا الوحده من الكلينيكال زين نوت. بعد شنو؟ فراكتشر بالاوربيتال بليت فرونتال بون، يعني صار عندك زين هاي صار بيها كسر. ايش اشوف العين؟ اباوع العين، عين المريض سوداء زين او جاحظه لي قدام، معناته ليش؟ لان هذا يالف لنا الروف اوف ذا اوربت. فمن يصير بي فراكتشر، من يصير بي فراكتشر شو يصير؟ يصير يعني نزف تحت المنظمه، ممكن يصير الاكزوفالمس تجحف بالعين لانه صار تجمع دموي وراء العين وخلاته. ما مطلوبه منك ابني انت بصف الاول، وانما دا اشرح لك اياها اني اوضح لك اياها، بس ما مطلوبه منك. اوكي هذا الميدل كرينيال فوسا ساج عليها اللي هي ميلي من
بتر فلاي بون اللي هو من هو السفينويد بون، هذا البادي اوف سفينويد، لسر وينج اوف سفينويد، جريتر وينج اوف سفينويد، وهاي الفوريم الموجوده اوكي. وبعد يابون يشترك بالميدل كرينال فوسا الباوندري مالتها انتيريوري لسر وينج اوف سفينويد، بوستيريوري انتيريور اسبكت اوف بترس بارت اوف تمبورال بون، لاترالي هو جزء من ال بارت اوف ذا تمبورال بون اند ذا بارايتال بون. شنو الفوريم الموجوده؟ هسه ناخذها وحده وحده اوكي. نجي ميدل كرينيال فوسا، شنو الباوندري؟ انتيريور وينج اوف سفينويد، هذا انتيريور وينج انتيريوري انتيريور وينج او انتيريور اسبكت اوف انتيريور وينج اوف سفينويد او ليزر وينج اوف سفينويد. بعد لاترالي سكويموس بارت اوف تمبورال بون اند بارايتال بون، لاترالي هذا اللاترالي سكويموس بارت مال من مال التمبورال، وبعد البارايتال بون. بعد posteriorly anterior part of the petrous part of temporal bone posteriorly anterior part of the petrous part of temporal bone. This is the petrous part of the anterior aspect. Okay, this is the bob. الشيب مالته يذكرك انه butterfly shape اللي هو متمثل من medium part body of sphenoid, lateral part by petrous part of temporal and the squamous part of the temporal bone. يذكرك انه ترى الشكل مال الميدل كرينيال فوسا شكلها، مال الميدل كرينيال فوسا شكلها مثل البتر فلاي، نص البادي اوف سفينويد اون ايتش سايد وي هاف ا تمبورال اند ذا لاترال بارت او تمبورال اند بارايتال. وات ار ذا فوري هذا البترس بارت اوف ذا تمبورال بون، حتى ما ننسى يقع ما بين الميدل كرينيال فوسا والبوستيرير كرينيال فوسا، هذا البترس بارت اوف ذا تمبورال بون، هذا البترس بارت اوف ذا تمبورال بون ابني. زين وات ار ذا فوريمن ان ذا فوريمن ان ذا ميدل كرينيال فوسا، قلنا تمتاز ذا ميدل كرينيال فوسا از كاركترايز باي بريزنس اوف مالتيبل فوريمن، يعني بيها فتحات هوايه اوبتيك سوبيرال اوربيتال فيشرز اند سو اون. يعني وات شنو الفوريمن اللي موجوده من اوبتيك او اوبتيكال كانال؟ خلنا اشوف هالاوبتيكال كانال وينها. هذا الاوبتيكال كانال من اسمها شيفوت بيها الاوبتيك نيرف الثاني العصب المسؤول على النظر، والاولفاكتوري ارتري اللي سبلاي ذا ستراكشر انسايد ذا اوربت، هذا وحده. بعد ايش عندي؟ بعد ايش عندي؟ عندي سوبيريور اوربيتال فيشرز. مثل ما عرفت انا السوبيريور اوربيتال فيشر بين من وبين من؟ بين ال lesser wing of the sphenoid and the greater wing of sphenoid, lesser wing of sphenoid and greater wing of sphenoid. وهذا قدامك هو والستركتشر اللي تمر بيه الكيلوموتر الثالث الرابع تروكليار البرانش مال الاوفالميك ابدوسنت السادس بين الستركتشر اللي تحفظ لي منهن اثنين او ثلاثه اكون كلش ممنون منك وتعرف البوزيشنز مالته. فانا مخلي لك الفوريمن ومخلي لك الصوره وراها، مرات يجوز ما تفهم هذا، راس انا باوع عليها بهاي الصوره ايوه اشوفها وين هي وشون الستراكشر. هاي تختصر لك المحاضره كلها. بعد ايش عندي فوريمن؟ عندي فوريمن اوفالي، فوريمن سباينوزام، وفوريمن لاسيرم، لان كلهن وين موجودات؟ موجودات بالميدل كرينيال فوسا. هسه نجي ناخذهم. بعد فوريمن سباينوزم، وين الفوريمن سباينوزم؟ هاي ليش سموها فوريمن سباينوزم؟ لان موجوده سباين هنا، مرات سباين او سفينويد سباين فسموها سباينوزم. شي مر منها ميدل مانينجيال اللي لقينا اثاره و اوف ميدل مانينجيال ارتري و مانينجيال برانش اوف ماندبلر نير اوكي. تحفظ لي بكل فوريمن one or two structures okay. بعد شدي بعد شدي فوريمن سباينوزم، فوريمن العفو قلنا الفوريمن اوبتيك اوبتيكال سوبيريور اوربيتال فيشرز بني اوبتيكال سوبيريور اوربيتال فيشرز فوريمن زين فوريمن روتندم اللي هي يمر منها الماكسيلاري نير وان اوف ذا نيرف سبلاي ذا فيس اوفالي
يمر بها المانديبولار نير والميدل مانينجيال ارتري، سباينوزم يمر بها الميدل مانينجيال ارتري. اوكي، اذا الفوريمن الموجوده عندي هنا روتندم، وينها روتندم؟ هنا هاي روتندم جوا السوبيريور اوربيتال فيشر، ويا نفس الخط كيرف لاين مثل القوس اللي يبدي هذا القوس من الاعلى للاسفل سوبيريور اوربيتال فيشر، فوريمن روتندم، فوريمن اوفالي، فوريمن سباينوزم على شكل قوس، كلها موجوده بيا بون بالسفينويد بون. اوكي، بالسفينويد بون اوفالي وبعد اند سباينوزم. اذن وات ار ذا فوريمن ان ذا ميدل كرانيال فوسا؟ اوبتيك فوريمن او اوبتيك كانال، سوبيريور اوربيتال فيشرز، فوريمن روتندم، فوريمن اوفالي، فوريمن سباينوزم. اوكي، وقد عندنا فوريمن وحده اللي هي فوريمن لا سيرم، هذا اللا سيرم فوريمن لا سيرم ما واقعة ما تمر بداخل البون، وانما تمر ما بين البتراس بارت اوف ذا تمبورال بون والسفينويد بون والاوكسيبيتال بون. هاي ان ذا ليفينج، بالشخص الليفينج مو الميت، هاي عباره عن ات از كلوزد usually it is filled by cartilage. Then may but may sometimes transmitted meningeal branch of ascending. شوية صعبة عليك هاي يعني تأخذها، بس هي it is ما بها structures. بال skull there is no structures أو بال living العفو there is no structures. Okay, no structures. لا تدوخ بهذا كلها شرح، ما بها structure in the living. It is closed by the closed by the cartilage. Foramen lacerum. بعد carotid canal شفناها، وين شفناها الكاروتيد؟ This is the carotid canal. إذا نعيد الفوريمن الموجودة من ميدل كرانيال فوسا، اوبتيك كانال، سوبيريور اوربيتال فيشر، فوريمن روتندم، فوريمن اوفالي، فوريمن فوريمن سباينوزم. تشوف هاي الفتحة اللي موجودة تخترق البتراس بارت اوف تمبورال بون، شفناها من البيز من الانفيريور اسبكت اوف بيز اوف سكال، ان هاي فتحه يفوت بها ارتري يزود لنا ستراكشر انسايد، وسميناها باسم الارتري سميناها كاروتيد كانال. كاروتيد كانال هذا الارتري يدخل منا من هذا الكانال ويروح اون ايتش سايد اوف ذا بودي اوف سفينويد بهذا الجروف، هذا جروف فور ذا كاروتيد كانال. شوف قايل جروف اوف ذا كاروتيد كانال، مين جاي هالجروف؟ من هالفتحه يطلع الكاروتيد او يدخل الكاروتيد انترنال كاروتيد ارتري ويمر منايا اون ذا لاترال اسبكت اوف ذا بودي اوف سفينويد، سموها كاروتيد كانال، يدخل الانترنال كاروتيد ارتري ات ذا سايد اوف ذا بودي اوف سفينويد حتى يدخل الكافيرنال ساينس. اوكي، كلينيكال فيتشر، تشوف اي وقعه، اي ضربه على الراس، اي حادث سياره، الموسى السبتبل الفوسه المعرضه للكسر اكثر فوسه هي ميدل كرانيال فوسه. شنو السبب؟ شنو السبب دائما الكسر نلقاه من يصير عندنا وقع نلقاه بالميدل كرانيال فوسه؟ زين؟ اذا كمان ليش؟ كمان فراكتشر because of the position and weakness والنيومرس فوريمن، وجود النيومرس فوريمن فتحات هوايه ايش خلانا هذا الكرانيال فوسا ضعيفه كانال so frequently fractures. واهم فراكتشر وين يصير؟ يصير انه هنايا بالبتراس بارت اوف ذا تمبورال بون البي الميدل اير، ولذلك تشوف الدمين يطلع من الاذان. ليش؟ هذا بي فراكتشر بي كسر، اشوف لو يطلع دم لو يطلع السائل النخاعي. اوكي، فمن نشوف واحد حادث سياره وصاير عنده نزف من الاذن، هذا معناته عنده فراكتشر بالميدل كرانيال فوسا، وهذا مهم. اخير فوسا اللي هي بوستيريور كرانيال فوسا، ذس از ذا بوستيريور كرانيال فوسا. شنو الباوندر مالها؟ بيتراس بارت انتيريوري posteriorly and laterally كل الاوكسيبيتال بونز، جزء من البارايتال الاوكسيبيتال بونز. خلينا نشوفه، this is the petrous part of the temporal bone اللي هو
بوستيرير اسبكت مالته، انتيرير اسبكت يحد لنا الانتيرير كرانيال، بوستيرير اسبكت يحد لنا البوستيرير كرانيال فوسا، انتيريوري بيتراس بارت اوف ذا تمبرال بون. شوف فوريمن كبيره موجوده ايضا بالبوستيرير كرانيال فوسا، ايضا ما تخترق بون وانما واقعه مثل الفوريمن لاسيرم، واقعه ما بين من بين بيتراس بارت اوف ذا تمبرال بون وبين الاوكسيبيتال بون. هذا شو نسميها؟ جيجولار فوريمن. ليه سموها جيجولار؟ لانه جيجولار فين اللي يلم الفين انسايد ذا برين يطلع منها، بالاضافه الى اذر كرينيال نير. سنشوفها هذا الفوريمن ماجنم، اكو هنا كانال زين يطلع منها كرينيال نير ال 12 اللي هو يسموه هايبوغلوسال. هايبوغلوسال يعني المسؤول على الانيرفيشن اوف ذا تانك، جلوسال يعني تانك. هاي اوكي، هذا بما انه هذا البتراس بارت اوف تمبرال فون يحتوي داخل الميدل اير، فالنيرف مال الميدل اير العصب المسؤول عن السمع والموازنه نسميه كوكليار نير. العصب الثامن مسؤول على السمع والتوازن، مين يطلع من هذا الفوريمن؟ شو اسميها؟ انترنال اكوستيك ميتاس. ليش سموه انترنال؟ لان شفنا اكسترنال اكوستيك ميتاس باللاترال اسبكت اوف السكال اذا تذكروها، اللي هي جزء من التمبرال بون. This is the internal acoustic meatus. زين الكرينيال نيرف الثامن. اذا posterior cranial fossa anteriorly petrous part of the temporal bone. هذا posteriorly parietal او laterally and the mastoid of the temporal bone. mastoid والتمبرال بون مال التمبرال بون وقسم من البارايتال. بعد posterior occipital bone inferiori او نصه هو الفوريمن ماجنم، يعتبروها largest to deepest، تقريبا اكبر cranial fossa واعمقها. ليش؟ تحتوي على الستراكشر التاليه، تحتوي على الهند برين، الساق الاسفل من البرين اللي بي سيربيلم المخيخ والبونز والميدلا بلانجاتا، نسميها زين نسميها الميدبرين. اوكي الميدبرين هذا اعمق واكبر شيء. باوندري مالته بتراس بارت اوف تمبرال بون، بوستيريور الاوكسيبيتال بون، لاترالي جزء من البارايتال والتمبرال بونز. اوكي شنو الفوريمن اللي موجوده بالبوستيريور كرينيال فوسا؟ اول فوريمن انترنال اكوستيك ميتاس، هذا انترنال اكوستيك ميتاس اللي يمر بها العصب السابع فيشل والفيستيبلوكوكلير الثامن. الثامن حفظ لي فد اثنين او واحد كلش كاف عليه. بعد يا فوريمن موجوده بها هذا الفوريمن، هذا الانترنال اكوستيك ميتاس. جيجولار فوريمن، لو تشوف الجيجولار فوريمن وينها؟ هاي الجيجولار فوريمن ما بين البتراس بارت اوف تمبورال بون والاوكسيبيتال بون، وهاي الستراكشر اللي تمر وتخرج من عده. ثري كرانيال نير، التاسع الجلوسوفارنجيال والعاشر وال11، مين يطلع؟ عن يطلع من هذا الفوريمن، بالاضافه الى يطلع من هو يطلع من البرين من داخل الكرانيال كافيتي الانترنال جيجولار فينز. انترنال جيجولار فينز اوكي. اذا وات ار ذا فوريمن ان ذا بوستيريور كرانيال انترنال اكوستيك جيجولار فوريمن، بعد هايبوغلوسال فوريمن. انا اشوفها ليش انا كل ساعه ارجعك؟ لان تروح قرايتك هيك يصير، تروح تدور على الهايبوغلوسال وين؟ هذا الهايبوغلوسال نير لخروج او يخرج منه الهايبوغلوسال كانال، هايبوغلوسال نير نيرف ال 12 قلنا. بعد كوندايلر فوريمن، ذيس از سمول فوريمن باو عليها كوندايلر فوريمن، زين اللي عندنا مو كوندايلر بروسيس موجوده بالاوكسيبيتال بون، بارت من الاوكسيبيتال بون. ذيس از ذا كوندايلر كانال اميسيري فين، وعندنا اي نذر كانال ايضا الماستويد فوريمن بالماستويد بروسيس مال التمبرال بون ايضا فور اميسيري فين. بعد ماستويد والكوندايلر. اذا شنو الفوريمن اللي موجوده بالبوستيرير كرينيال فوسا يوجزها هذا الرسم؟
internal acoustic meatus, jugular foramen, hypoglossal canal, بعد hypoglossal canal, internal acoustic meatus, hypoglossal canal, jugular foramen, condylar canal, and the mastoid foramen. This is the foramen in the posterior crenula. وتقدر من هذا الرسم تشوف كل الفوريمن الموجودة حتى الباوندري اوف انتيريور وميدل وكرانيال والستركتشر تطلع منها. شوية تعب نفسك بهذا الرسم. أخير سلايد ونمر عليه مر الكرام، وبس أريدك تعرف لي الأسماء. شنو كرانيال نير؟ لأنه إحنا من شفنا بهذا الرسم شفنا سمعنا مثلا أوبتيك نير، أوبثالميك نير، بني الأعصاب القحفية اللي تخرج من السكال والمسؤولة على سبلاي سيرتين ستراكتشر. أوليفاكتوري نيرف هو عصب الشم، أوبتيك نيرف زين عصب السمع. مثلا عندنا هنا أكيولو موتر نيرف، عصب اللي يزود لنا المصل أوف ذا آي، هو والتروكلير الرابع، هذا الثالث وهذا الرابع وهذا الأبدوسنتل زين السادس. وعندك منو عندك بعد عندك المجزيل الترايجيمينال نير اللي هو الخامس. بعد عندك مثلا اللي هو يتالف من مانديبولار نير وأوفثالميك نير والمجزيلاري نير، كل واحد بفوريمن. هذا مثلا الأوفثالميك بالأوفثالميك نير بالأوسبير أوربيتال فيشرز. مثلا عندك روتندم المجزيلاري نير، الأوفال المانديبولار نير. بعد مثلا قلنا مثلا الانترنال اكوستيك ميتس يمر بها الفيشيال او يطلع منها الفيشيال السابع، وبعد والثامن. من اجي على الجوجلر فوريمن ايش اشوف؟ التاسع والعاشر وال11 الجلوسو فارنجيال. من اجي على الهايبوغلوسال كانال اقول هايبوغلوسال نير. فبني هسه بالوقت الحاضر اريد تعرف لي اسماءها فقط. انا اقول لك عدد لي الكرانيال نير وبالسره مو تبقى صافن. اول مره هسه تحفظ لي اياها الاوليفاكتوري زين، الكرينال نير رقم واحد، الاوبتيك نير ثاني، الكيلوموتر نير ثالث، تروكليار والابدوسنت يشتركون هنا بس مصل اوف اي. بعد ايش عندي؟ عندي ال تراجيمنال الخامس تعرفه لازم، ابدوسنت فيشل السابع الوجهي، اوديتري الثامن، جلوسوفارينجيال التاسع، العاشر الفيغاس، ال11 اكسسوري، وال12 هايبوغلوسال. بني تعرفهم بالانجليزيه، بس انا اريدك من الصف الثاني راح محاضره كامله على كرينيال نير بالاحرف اللاتينيه. اللاتينيه هو اللي متعارف عليها، مو الاحرف الاعتياديه. بس هاني هسه تتبهيش مرحله اريد تعرف لي انه وي هاف ذا 12 كرينيال نير، 12 كرينيال نير، عدد لي اياها. تقوم انت الطفور اللي تقول لي اوكلو موتر، انا اريد بالسره منو الكرينيال نير الاول، منو الثاني، منو الثالث، اند سو اون. اذا محاضره ختاميه للسكال، واذا اكو وقت راح اعطيكم محاضره بيها ماكزيلاري بون وماندبلر بون اللي انتم ماخذيها بس ان ديتيل، لان هن بني البون يهم تهتمون بها باختصاصكم. اوكي خليني اشوفك التمرين اللي دزيت لك اياه اللي هو اصعب تمرين، اصعب تمرين، واللي ورا ما تخلص السكال كلها زين راح تعرف نفسك انت قاري سكال او لا، اللي هو هذا indicated if the statement false or true. اجي وقال ما اخذ لك multiple bone، عده بون، وقايل لك اسئله عليها. تقول لي هاي الاسئله اللي عليها هي عبارة عن العبارة صحيحة false or true، تكتب يمها. مثلا frontal bone transmit zygomatic bone، اكو هيك حكي شفت بالفرونتال بون، تكتب عليه مثلا false. articulate via greater wing of sphenoid، الفرونتال بون قريب من الجريتر wing of sphenoid، ترجع على الرسم شوفها صح او خطأ. articulated via zygomatic bone، يتمفصل via zygomatic and so on. اشرح هاي الاسئله، ايش راح تخليك؟ تخليك تراجع رسوم وكل شيء بالسكال. راح تتعب شويه بس راح تضبطها صدقني.
لابوج من التمارين، هاي التمارين كلها لمصلحتك ابني، تتعلم اخطائك وتعرف شلون تدرس وشلون تجاوب الاسئله. اي استفسار اي سؤال اني حاضر. اوكي، شكرا جزيلا.